ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا ومرحبا بك رامي، ما الجديد لديك حول هذه التطورات؟ الحقيقة أحمد، هي مزيد من التعزيزات الأمريكية التي ترسل إلى منطقة الشرق الأوسط في هذا الوقت شديد التوتر، خاصة بعد الأنباء التي أوردتها بعض دوائر الاستخبارات الإسرائيلية بشأن أن إيران سوف توجه ضربة وشيكة خلال الأيام المقبلة إلى إسرائيل. ذلك الرد الإيراني الذي ينتظره الجميع ردا على اغتيال إسماعيل هنية القيادي في حماس داخل طهران. البنتاغون أعلن في بيانه أن وزير الدفاع الأمريكي أمر بإرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن والمزودة بطائرات F-35 المقاتلة إلى منطقة عمليات القيادة المركزية. كذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن حاملة الطائرات لينكولن تنضم إلى حاملة الطائرات ثيودور روزفلت في منطقة الشرق الأوسط، وهي حاملة الطائرات التي كانت موجودة أصلا في منطقة الشرق الأوسط، لأنها ليست عملية استبدال مثلما كان معتادا خلال الفترة الماضية، ولكن الآن هناك حاملتا طائرات أمريكيتان ضخمتان في منطقة الشرق الأوسط. أضف إلى ذلك أيضا أن البنتاغون أعلن أن وزير الدفاع الأمريكي أمر كذلك بإرسال غواصة الصواريخ الموجهة المسمى بجورجيا إلى منطقة القيادة المركزية. هذه الغواصة تضاف أيضا إلى حاملتي الطائرات ثالثتي الذكر. نحن نتحدث عن قوة أمريكية جبارة الآن في المنطقة، أعتقد أن الهدف الرئيسي منها هو استعراض القوة. الولايات المتحدة تريد من خلال كل هذه القوة المرسلة إلى منطقة الشرق الأوسط، والتي هي في الحقيقة وبكل الحسابات العسكرية هي أكثر من اللازم، يعني الأمر لا يستدعي كل ذلك، ولكن الولايات المتحدة تهدف إلى إشعار إيران بخطر شديد، وأن الرد يجب أن يكون متناسبا وألا يتخطى الحدود حتى لا تتدخل هذه القوة الأمريكية الكبيرة الموجودة الآن في منطقة الشرق الأوسط، لا تتدخل في هذه المواجهة بين إسرائيل وإيران. هي رسالة في الأساس، وفي نفس الوقت هي تتمتع بقدرات دفاعية وقتالية فائقة يمكنها الرد على أي هجوم منسق يتم من خلال إيران ووكلائها ضد إسرائيل. وهذا أيضا يعني الهدف الرئيسي من وجود هذه القوة في منطقة الشرق الأوسط. جاء كل ذلك بالطبع من خلال اتصال جرى بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوف جالانت. أكد فيه أوستن أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ممكن للدفاع عن إسرائيل، والحقيقة أن ما قامت به الولايات المتحدة حتى الآن من إرسال كل هذه القوى إلى الشرق الأوسط هو في الحقيقة القيام بما هو ممكن وما هو غير ممكن حتى، يعني هذه القوة لم ترسل إلى أي مكان في أي منطقة في العالم سوى في منطقة الشرق الأوسط وفي هذا التوقيت، ويبدو أن الولايات المتحدة عازمة بالفعل على إرسال هذه الرسالة الواضحة إلى إيران أنها موجودة وبكل قوتها خلف إسرائيل للدفاع عنها ضد أي هجوم. نعم رامي، من خلال متابعتك لوسائل الإعلام الأمريكية ودور الفكر الأمريكية وتفاعلها مع هذه الأخبار والتجييش الأمريكي بالمنطقة، إلى أي مدى ينبئ هذا التطور الخطير بأن هناك معلومات لربما تسربت حول قرب الاستهداف الإيراني المحتمل لإسرائيل؟ اليوم في الحقيقة أحمد، يعني كانت الشبكات الإخبارية الأمريكية تناقش المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية التي وردت اليوم، والتي كانت تتحدث عن هجوم إيراني وشيك خلال الأيام المقبلة حتى قبل المفاوضات المزمعة، مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتي تحدث عنها البيان الثلاثي المصري الأمريكي القطري، والتي ستعقد إما في القاهرة أو الدوحة في 15 من الشهر الجاري، أي أنها تحدث عن يوم الخميس من هذا الأسبوع. المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية هذه المرة يعني شديدة الوضوح،
ويبدو أن هناك تأكيدات أنه سيكون هناك ضربة من هنا وحتى يوم 15 ستكون هناك ضربة إيرانية كبيرة موجهة إلى إسرائيل، وإسرائيل لديها بالفعل هذه المعلومات التي نقلتها بدورها إلى الولايات المتحدة، وبناء عليه حدثت كل هذه التطورات التي تحدثنا عنها من إرسال لحاملة طائرات ثانية تنضم إلى حاملة الطائرات الموجودة أصلاً، بالإضافة إلى غواصة مزودة بالصواريخ وكل هذه التعزيزات. هذا في الحقيقة فتح نقاشا كبيرا حول مدى جدية هذه المعلومات، وما إذا كان بالفعل ستكون هناك ضربة قبل هذه المفاوضات، كما فتح أيضا المجال للحديث في وسائل الإعلام الأمريكية عن أثر هذه الضربة على المفاوضات، مفاوضات وقف إطلاق النار، خاصة وأن حركة حماس أيضا أعلنت أنها تريد العودة مرة أخرى إلى مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلنه بايدن سابقا، وأنها ليست في حاجة إلى مقترح جديد، وطلبت من الوسطاء أن يقدموا لها نفس المقترح القديم وأنها قد توافق عليه بالتأكيد بعد المناقشة والمداولات والمشاورات والتعديلات وما إلى ذلك. كل هذه التطورات في الحقيقة فتحت أكثر من مجال، وهناك ربط كبير ما بين ما يمكن أن تحدثه هذه الضربة الإيرانية المتوقعة من أثر على مسار المفاوضات، مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والتي تعتبر يعني الفرصة شبه الأخيرة للاتفاق على وقف إطلاق نار في غزة. من شأنه من وجهة النظر الأمريكية أن يهدئ من التوتر في منطقة الشرق الأوسط. على كل أحوال أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية على ما أضفته إلينا من معلومات.